السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد مع أم عدنان. النهاردة بقى هنعمل التورتة بكل تفاصيلها بكل تكاتها بكل حاجة فيها. التورتة نفسها بعملها ازاي، الكيكة بتاعتها بقطعها ازاي، بزينها ازاي، بعمل الكيوي بقطعته كده ازاي، كل حاجة وكل تفاصيل كل حاجة هتلاقيها هنا في الفيديو دوت. ماشي، وعملت ازاي كريم الشنطيه، عملت ازاي كل دوت، الشربات بتاع الكيكه كل دوت هتلاقيه معايا هنا في الفيديو. ماشي، بس معلش سامحوني الفيديو هيبقى طويل شويه، بس كل حاجه تخطر على بالك هتلاقيها هنا، كل حاجه بجد هتلاقيها هنا. شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوه، بجد حاجه ما شاء الله عليها جميله وطعمها جميل جدا. ماشي، وبجد شكلها تحفه، شكلها عجبني جدا. التزيين دوت تزيين بسيط خالص، انا محبتش ان احط فواكه ولا احط اي حاجة تانية ولا ايه اكتر في التزيين، لا انا خليتها بسيطة جدا. ماشي، وبجد حاجة بجد جميلة جدا جدا جدا. وبصراحة اللي ساعدني فيها هو بعدنان، وقف معايا صراحة فيها كتير. ماشي، وبجد بصوا حاجة، بصوا ما شاء الله عليها، حاجه بجد جميله جميله، وبجد يعني افكار بتاعت بعدنا افكار جميله برضو. ماشي، بس اهم حاجه عشان تعملي الكلام ده وتعرفي انك تزيني، ماشي، ايه ما يعني تبقي رايقه، مفيش اطفال بقى جنبك، تبقي رايقه كده وكل حاجه ايه حواليكي رايقه عشان تعرفي بجد تزينيها وتعرفي تبدعي فيها. ماشي، شايفين بقى شكلها بجد جميل خالص، شكلها ما شاء الله عليها. ماشي، اهي ده شكلها، شايفين طبعا دي شوكولاتة انا كنت بشراها وحطاها كده بالشكل دوت، هشوفها معايا برضو في الفيديو. مش حابة انك تعملي كده بقى، التزيين ده هيبقى ايه حسب دماغك انت. اهو ده كيوي دوت، هنشوف برضو مقطعينه برضو ازاي. انا بصوا هنا جايبالكو حتة من وانا بزين حته كده، بس ايه حبيت ان انا احطها لكم كده في الفيديو من الاول. شايفين بجد ما شاء الله، اهو كانت لسه كمان ما كملتش تزويق، كنت عامله نص ولسه كنت بعمل في النص التاني. شايفين بجد ما شاء الله عليها، انا ايه عامله زي نظام دوريه وخطوط كده. حابه بقى انك تعملي حاجه تانية، حابة تعملها فواكه، حابة تعملها اي حاجة تانية هتبقى جميلة. انا هنا حطيت كيوي وحطيت ايه شوكولاتة، قلت ايه انوع كده شوية، بس بجد جميلة جدا وطعمها جميل وطالعة شباب تحت المحلات، حاجة بجد ما شاء الله عليها. شايفين حاجة بجد جميلة، اهو يا جماعة انا هنا كنت بس ايه بكمل تزويق، هنا بجد خلاص كده بقت كده خلاص كاملة معايا، اهي بالشكل انتوا شايفينه ده كده، بجد حاجة جميلة خالص، حاجة بجد جميلة. بس بتمنى انك تكملي الفيديو معايا للآخر عشان هتشوفي افكار وهتشوفي حاجات تانية. يعني الفيديو ده انا مجمعلك فيه كل حاجة، كل حاجة تخطر على بالك انا مجمعها لك هنا في الفيديو دوت، هنملك كل حاجة في فيديو واحد. الكيكة بتعمل ازاي، بتقطع ازاي، الشربات بتاعها، كريم الشنطيه، كل 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 حاجة حطها لك في الفيديو هنا، حتى الكيوي مقطعه ازاي، شوكولاتة عاملاها ازاي، كل ده هتشوفيه معانا هنا في الفيديو. بس اهم حاجه، اهم حاجه قبل بقى ما نروح على المكونات والطريقه والكلام دوت، ما تنسيش تعملي اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. هي يا جماعه هنا كنت انا خلاص مخلصت تزيين وبوريكم الشكل بتاعها، بجد جميله جميله جدا جدا، و
وطعمها روعة، حاجة بجد ما شاء الله عليها. شايفين دي الشوكولاتة ديت انا بشراها، هقولكوا برضو ما عملتها بالشكل ده ازاي. والكيوي ده احنا مقطعينه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هوريكي برضو ما هيتقطع ازاي، هوريكي كل حاجه. يلا بينا بقى نخش على المكونات. معايا هنا المكونات، معايا هنا 6 بيضات، ومعايا دي اسبونج. دي الاسبونج دوت بيبقى محطوط عليه كل حاجه ترفع الكيكه، كل حاجه، وانا حاطه عليه رشه ملح صغيره خالص. ماشي، دي الاسبونج دوت 3 كوبايات اهو يا جماعه. دي 6 بيضات، 6 بيضات اهم معايا، وكمان معايا 1/2 كوباية مية، وهو الدقيق، دول 3 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح صغيرة خالص ما تتذكرش اهيت، ومعايا رشة خل، دي هحط منها رشة صغيرة خالص برضو، ونص كوباية المية، ودي الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق، ومعايا فانيليا. بس هو ده اللي انا هعمل بيه كل كيكة بتاعتي. الفانيليا ديت حابة تحطيها فانيليا اللي هي السائلة ديت، تبقى حلوة برضو، بس انا ما كانش متوفر عندي غير الكياس. ماشي، يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. انا هنا جبت مضرب كهربائي، لازم المضرب كهربائي او عجان لو عندك. هنزل بيه الـ6 بيضات، وكمان هنزل بيه المية، 1/2 كوباية مية، كمان هنزل بيه رشة الخل، معلقة صغيرة كده خل، كده كفاية جدا. يا جماعة البيض معايا دوت، ده بيض بلدي، حابة بقى تحطي اي بيض تاني انتي براحتك. وهنزل كمان بيه كيسين الفانيليا، كيسين فانيليا كده، واخر حاجه هنزل بيها هو الدقيق. دي سبونش ده يا جماعه، هو ده الدقيق اللي بيعملوا بيه التورتات، ده بيبقى متوفر عند الحلواني او عند العطار، انا صراحه جايبه من عند بتاع عند العطار. ماشي، دي دوت في منه كاكاو وفي منه فانيليا، ده فانيليا. ماشي، ولا بيحتاج بقى محسن كيك جيل ولا بيكنج باودر ولا الكلام ده كله، هو محطوط فيه كل حاجة. بصي طبع الرفع، حتى هتلاحظي وانا بضرب بالمضرب هتلاحظي ان هو بيترفع معايا لوحده، ماشي، بيتقل كده هوت، وتلاقيه مرة واحدة ايه بقى بيترفع معاكي. هنشوفه دلوقتي واحنا بنضربه. انا اهون نزلت كده بالدقيق كله، دول 3 كوبايات، يعني 1/2 كيلو، 1/2 كيلو دقيق اسبونج. هبدا بقى ان انا اضرب كده بالمضرب، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، الاحسن يبقى مضرب كهربائي. المضرب اليدوي هيتعبك هيتعبك هيتعبك، بس المضرب الكهربائي بجد ممتاز جدا، او العجان لو عندك عجان. تبدأي بقى انك تضربي كده لحد ما الكريمة، اللي قصدي الكيكة معانا، تبقى شبه الكريمة، شبه الكريمة، وبدأت اللي هي تعلى معاكي وانتي بتضربي، خدوا بالكم الحتة ديت. اهو ماشي، هي بتطول شوية في الضرب لمدة مثلا 10 دقايق كده. ماشي، ممكن كمان تقعد معاكي ربع ساعة، كل ما تطول كل ما يبقى أحسن، كل ما هي بتبقى معاكي في الفرن ما تبقاش ماجي مكتومة، ماشي، تبقى معاكي كويسة جدا وهشة. شايفين، شايفين بدأت اللي هي تعلى معايا مع الضرب، بدأت اللي هي ايه تعلى معايا اهو، من غير ما احط لها اي مواد رفع، دي في كل مواد الرفع.
ماشي. ولو ما علتش معاكي تعرفي ان ايه في مشكلة في المقادير، فعشان كده بقولك امشي معايا بالمقادير زي ما انا عاملة كده بالظبط ماشي. وبرضو لو ما تقلتش معاكي يبقى اكيد في مشكلة في المقادير برضو، مش شايفين ما شاء الله عليها بدت اللي هي تزيد معايا وتعلى معايا، وبدت اللي هي تتقل على فكرة شايفين اهو. انا عايزاها تبقى معاكي شبه الكريمة، تبقى شبه الكريمة بالظبط شايفين ما شاء الله عليها بجد ما شاء الله، حاجة بجد جميلة شايفين. انا هو ببدأ ان انا اضرب 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 فيها واحدة واحدة، وانا ماشية بالراحة علشان اللي لسه مبتدئة في الحاجات ديت، انا ماشية عشانك بالراحة وماشية واحدة واحدة عشان تشوفي كل حاجة. انا محبتش ان انا اجري بالفيديو. لو انت بقى عارفة انك الحاجات اللي انا بقولها دي كلها وعارفة ان الكيكة بتتعمل ازاي، ممكن تقدمي بالفيديو. لو داخلة على حاجة معينة ممكن تقدمي بيها. بس شايفين بدأت اللي هي ترفع ازاي. اتمنى بجد ان انا ما اكونش تقيله على قلبكم واكون بوصل لكم المعلومه صح، وان شاء الله تستفادوا منها، وان شاء الله بصي تبقي ممتازه في عمل التورتات. شايفين يا جماعه شايفين الحلاوه ما شاء الله عليها بتنزل لوحديها ازاي شايفين. الله اكبر بجد حاجه جميله جدا شايفين اهو. انا بقى عايزاكي كمان بتاعها تبقى عامل كده، عايزاكي اول ما تحطيها تبدا تتراكم كده فوق بعضيها بالشكل اللي انا بوريهولك ده كده. تمام 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 قوي. وتعملك الخط ده كده ما ترجعهوش تاني ماشي يا جماعه كده تمام خالص. انا هنا بقى معايا الحله ديت مخصصه للكيكات ماشي. حله تبقى عاليه شويه، صينيه بتبقى عاليه شويه، حاطه فيها ورق زبده ودهن الورق الزبده ده بحته زبده صغيره. هبدأ بقى ان انا انزل بيه الكيكه بتاعتنا اهو. هوريكي حاجه شايفين انا نازله بيها، مش بتقلبي معلقه ولا اي حاجه، سيبيها تنزل لوحديها هتلاقيها كلها نزلت لوحديها في الصينيه هنا شايفين. وبدت اللي هي كمان ما شاء الله عليها تفرش لوحديها ماشي. انا بقى ماشيه كده بالراحه خالص عشان تشوفي شكلها وتشوفي ازاي هي بجد جميلة خالص شايفين. حاجة بجد ما شاء الله ولسه عمالة تنزل لسه اهو شايفين. انا لسه لحد الان ما جبتش معلقة، ما جبتش اي حاجة ان انا انزل بيها ماشي. بجد شايفين هي شبه الكريمة شايفين. اخر حبة دول بقى من تقلها من جمالها، طبعا هنزلهم بالمعلقة هنا اهو بالشكل ده كده شايفين. انا ما قلبتش في الصينية بتاعت الكيكة اللي نزلت فيها بالمعلقة ولا حاجة، لأ سايبة كل حاجة زي ما هي، هي هتاخد وضعها في الصينية متجيش جنبها بالمعلقة ولا اي حاجة اهو شايفين. اتبقى برضو شوية هبدأ ان انا انزلهم كده اهو اهو يا حبايبي بالشكل ده كده شايفين. حاجة بجد ما شاء الله عليها، ولا حطيت لها سكر ولا حطيت لها اي مواد رفع، لان الدقيق فيه كل حاجه، كل حاجه في الدقيق اهو يا حبيبي كده. هي خلاص نزلت بالشكل ده كده. طبعا انا مش هاجي جنبها باي معلقه ولا اي حاجه، هتبداي بس انك تسويها كده بايديكي وتطلعي الهواء اللي فيها، يعني تهبتيها كده ترفعيها وتنزليها تاني علشان الهواء اللي فيها كله يطلع بشكل شايفين ده. طبعا 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 اهم حاجة ولازم حاجة انك تكوني مشغلة الفرن بتاعتك عشان الفرن تسخن قبل ما تبتقي
في اي معجنات ولا اي كيكه لازم تكون الفرن بتاعتك سخنه مشغلاها قبل ما تبداي فيها. ماشي، انا الفرن بتاعتي بتاعت البوتاجاز العاديه، في هتشغليها من تحت بس، الحاجه دي بتشغلي عليها الفرن من تحت بس. يلا بينا نروح عند الفرن ونشوف احنا هنعمل ايه. اهو انا هنا خلاص جيت عند الفرن، الفرن بتاعتي سخنه تماما، انا الفرن مولعاها من تحت بس، تولعها من تحت بس، حطها اهوت على الشبكه هنا. ماشي، ما تخليش بقى الشبكه تبقى قريبه عن الساقه اللي تحت ديت، لا خليها تبقى في النص كده عشان بس الكيكه ما تتلسعش منك. ماشي اهو يا حبايبي، انا بوريكم ان انا مشغلاها من تحت ومن فوق، مطفي عليها، مطفي 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 عليها، هسيبها بقى هفتح عليها بعد ساعه. وهو يا حبايبي بعد ساعه كامله انا فتحت عليها واختبرتها بعصايه الشيش او خليه السنان، بتدخليها كده اهو في مكان واحد بس وتطلعيها. طبعا طالعه معايا سليمه 100%، مفيش اي حاجه من الكيكه طالعه معايا. لو طلع معاكي فيها اي حاجه من الكيكه لسه سائله تسيبيها زي ما هي في الفرن، تبقى كده لسه ما استوتش. اهو هبدا بقى ان انا ايه اكمل في التقطيع بقى بتاعها، ازاي هنعملها ازاي وهنقطعها ازاي. هبدا بس ان انا ماشي اشيل بس كده الزبده من ورق الزبده من عليها، شايفين ورق الزبده خلاها تطلع معايا من الصينيه بكل سهوله، كل سهوله، ولا لزقت فيها ولا اي حاجه. بس اهم حاجه اول ما تطلعيها من الفرن تغطيها بفوطه، ماشي، تحطي عليها الفوطه كده وتسيبيها بتاع 10 دقايق ربع ساعه لحد ما الكيكه تبرد وتاخد وضعها كده هوت وتبقى بارده معاكي. تبداي بقى انك تشيلي ورق الزبده من عليها. طبعا الشكل اللي انتوا شايفينه طبعا ده اكيد سد نفسكم، بس الشكل دوت هيبقى الشكل الجميل اللي احنا شفناه في اول الفيديو. الشكل ده كله هيتشال قدامكم، هتشوفوها بجد حلوه ازاي، وهتشوفوها كمان من جوه، وهتشوفوها كمان من جوه شكلها عامل ازاي وجميله ازاي. طبعا الشكل ده هيبقى زياده معانا هنشيله، انا هو بقول لكم الشكل ده هنشيله ما تقلقوش منه. طبعا اهم حاجه يكون معاكي سكينه منشار زي ما انتوا شايفينها دي، او المنشار اللي هو بيقطع الكيكه دوت، بجد هيبقى ممتاز جدا 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 ان شاء الله انا هجيبه. هنا بقى معايا خله السنان انا بكسرها كده اهوت، وقصدي عصايه الشيش، انا اسفه، بكسرها كده وبحدد بقى المكان اللي انا عايزه افتح عليه، بعمل نظام دوريه كده دايما ما يدور، شايفين اهو قصادها بالظبط، علشان ايه ما تجيش حته واطيه حته عاليه، لا تبقى متقطعي سوى واحد. طبعا المنشار انا بقولك هيسهل عليك الكلام ده كله، فلو عندك منشار يبقى يا سلام بقى، هتسهل معاك الكلام ده كله. شايفين انا هو شفتها هنا شلتها علشان ما كانتش جايه مظبوطه، فهو انت بقى بتساوي كده على الحته بالظبط، كله يبقى قصاد بعضه داير ما يدور. ماشي حبيبتي، وعايزه اقولك الحاجه كمان، لو البوتاجاز بتاعك، البوتاجاز بتاعك بقى ايه كل واحده كده قصاد بعضيها. طبعا نسيت اقول لكم انا كنت حاطه الكيكه هنا على درجه حراره 120-140 بالكتير. ماشي، طبعا لو الفرن بتاع البوتاجاز بتاعتك من النوع اللي هي مترقمه هيبقى اسهل لك بكتير بكتير. ماشي، بس وهتطلع معاكي كمان احسن من كده بكتير، بس انا ايه الفرن بتاعتي مش مترقمه، فالحمد لله برضو طلعت حلوه، هوريكم برضو شكلها من جوه عامل ازاي. شايفين انا اهو بشوف بس ايه جاي قصادها بالظبط ولا لا، شايفه بتسيبي مسافه كبيره جدا ما بين دي وما بين دي، ما بين الخشب اللي هنا والخشب اللي هنا، لازم تسيبي مسافه عشان تعرفي تقطعي. حلو الكلام، انا اهو هبدا بقى ان انا اشيل الوش ده كده، الوش ده ايه زياده دوت، ممكن بقى تعمليه زي ايه حلويات بقى، تختاري انت بقى تحطي عليه كريم شانتيه وشوكولاته وكلام من دوت، طبعا كل واحد وذوقه، مش عايزاه طبعا ايه هنستغنى عنه خالص. شايفين الجمال، اللهم صل على النبي، شايفين بجد حاجه جميله جميله جدا، وطالعه معايا من جوه، شايفين نفس بتاعت المحلات بالظبط اهي،
نفس بتاعت ومش معجينه معايا ولا حاجه، وطالعه معايا بجد تحفه تحفه. كمان هشه شايفين حاجه بجد جميله 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 شايفين. وانا اهو كمان قطعت اللي تحت ديت اهو، وانا كمان قطعت كمان من الجزء التحتاني ماشي. هشيل بس ايه الحاجات ديت شايفين، بجد جميله ما شاء الله عليها، جميله جدا. وده كمان هبدا ان انا اقطعه لنصين اهو بالشكل ده. طبعا هتعملي كله بنفس النظام اللي انا قلتلك عليه اهو. هبدا ان انا اقطعها معاكم اهو. الخشب ده دايم ما يدور، كل ما بين واحده وواحده فاصل كبير. شايفه انا شايفه فاصل كبير ازاي علشان تعرفي تقطعي، وانا بقطع ازاي فوق الخشبه بالظبط، وقوم جايه حاطه المنشار بتاعي واقطع ماشي. وهو الخشب باين اهوت كده، محددت لك النواحي كلها تطلع معاكي حته واحده مظبوطه، مش حته عاليه وحته واطيه. شايفه حاجه بجد ما شاء الله. شايفين الكيكة من جوة عاملة ازاي؟ بجد خرافة خرافة، ان شاء الله هتطلع معاكي نكهة من اول مرة. ولو كنت اول مرة تعملي تورتة ولا حاجة من ديت هتطلع معاكي ان شاء الله نكهة اهو احلى من كده كمان اهو. انا بقولكو انا اهو فوق خلة السنان حاطة السكينة وبقطع شايفه بالراحه كده واحده واحده، وما تستعجليش عشان تطلع معاكي حته واحده بالراحه خالص واحده واحده، مش عايزين استعجال عشان الحاجه ما تبص مننا. ايد فوق وايد ماسكه المنشار وهي بتقطع اهو يا حبايبي. هتشيل بقى يا صيان الشيش دي كده، في حد اللي انا اوريها لكم. الحاجه دي بجد حساسه جدا، تعاملي معاها بالراحه خالص علشان ما تبص منك شايفين اهو. وانا كده يكون قطعت ثلاثة، عامت معايا الصينيه الصغيره اللي شفتوها دي عامت معايا ثلاث حتت ماشي كده بقى كده تمام ماشي. لو اكبر بقى، لو الصينيه بتاعتك اكبر تعمل اكتر من كده كمان. وطبعا لو معاك المنشار اللي انا بقولك عليه دوت هتعمل معاكي اكتر من كده، نفس الكيكه ونفس حجمها هتعمل معاكي اكتر من كده ماشي. ممكن تعمل معاكي اربعه او خمسه. هنيجي هنا بقى نعمل الشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا حاطه هنا ثلاث معالق سكر على ربع كوبايه ميه، وهنزل بنص ليمونه بالشكل اللي شايفينه ده كده. هعمل شربات عادي خالص متوفر في كل البيوت، تعرفي تعمليه مش هتشتري حاجه من بره. طبعا مشغله البوتاجاز ماشي. هفضل بقى ان انا اقلب لحد ما السكر اللي انت شايفاه دوت يختفي خالص من قدامك، وتبقى عباره عن ميه تقيله شويه صغيرين خالص. هتشوفيها معايا دلوقتي ان هو بفضل اقلب لحد ما السكر يختفي تماما ماشي. وما اوعي تقليها خالص او ما تقليهاش خالص علشان ايه ما تطلعش معاكي شبه الشربات التقيل ده، مش هتبقى حلوه. لا تبقى ايه وصلت كده معاكي تقيله حاجه خفيفه اهو. السكر بدا اللي هو خلاص يختفي، فاضل شغل شويه صغيرين دول ماشي اهو شايفين. اهو كده السكر معايا اختفى ماشي. هبدا بقى ان انا اقلب لحد ما تاخد معايا وضع الغليان ماشي، لحد ما تاخد معايا وضع ايه الغليان اهو. انا بوريكم شايفين يعني هي بدأت اللي هي تتقل معايا. طبعا انت هتلاحظي وانت بتقلبي ان هي بدأت ايه تتقل معاكي اهو. بصوا بدأت اللي هي تغلي الميه بتاعتي، بدأت اللي هي تغلي اهو بالشكل ده كده. طبعا انا موقفتش عن التقليب، انا شغالة اقلب اقلب موقفتش خالص اهو يا جماعة. الشربات بتاعي بدل هو يغلي
شايفين؟ اول بقى ما يغلي كده هوت هفضل اقلب فيه بتاع دقيقتين تلاتة كده، وبعد كده هطفي عليه اهو. انا سبته بس يغلي كده، خلاص انا كده طفيت عليه، شايفين كده هو بيغلي، هطفي بقى عليه. خلاص انا كده طفيت، اهو شغال تقليب علش لحد بس ايه ما يهدى والسخونية تطلع منه، اهو زي ما انت شايفة كده. طبعا هتسيبيه يبرد تماما، ده اوعي تحطيه على الكيكة وهو سخن، لا تسيبيه يبرد تماما خالص خالص. ويلا بينا نروح نعمل كريم الشانتيه عبر ما هو يبرد. جيت هنا عشان اعمل كريم الشانتيه، معايا كوباية لبن كاملة فيها مكعبات تلج من اللبن، اللبن بتاعي كان الصراحة متلج ودي كانت فرصة يعني. معايا كوباية كريم شانتيه خام، ومعايا نص كوباية سكر، دي بس المكونات بتاعتي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا العامل الاساسي المضرب الكهربائي، ده العامل الاساسي بتاعنا. هبدأ ان انا انزل باللبن، شايفين اللبن اهو التلج. وفي طبعا المحلات بتعمله بالمية، المية بتاعتك تبقى برضو ايه مية فيها مكعبات تلج ماشي، فا ايه بيبقى برضو كويس جدا. وهنزل بعد ما نزلت بالسكر هنزل بيه الكريم الشانتي. اول حاجة هعملها تبدأي تضربي على اول درجة، اول درجة تبدأي تضربي بيها كده علشان بس ايه الكريم الشانتيه ما يترش كله منك ماشي، بيعمل عفرة كده اهو. او بقى ما يبدأ معايا اللي هو سايل كده، هبدأ بقى ان انا ايه اعلي السرعة، شايفين اهو انا بعلي السرعة، وهبدأ بقى ان انا اضرب فيه لحد ما يتحول معايا لكريمة اهو بالشكل اللي شايفينه ده كده. تفضلي بقى تضربي اهو يا حبيبي. انا بقول لكم ان الفيديو دوت بصوا شامل كل حاجة، كل حاجة شامل بجد فيه، بجد هتستفادي جدا منه. بعد ما تروحي لسه تدوري مثلا على طريقة الشربات بتاع التورتة ولا كريم الشانتيه ولا مثلا تقطيع مثلا الفواكه ولا كلام دوت، لأ كل حاجة انا حاطها لك في الفيديو دوت هنا، ان شاء الله هتستفادي منه. بس لو اتفرجتي على الفيديو للاخر وعملتيلي اللايك اهو، شايفين بجد حاجة جميلة جدا. بدأ اللي هو يتقل معايا انا، ولحد الان شايفين ما بطلتش ضرب وعلى سرعة عالية ماشي. واتمنى بجد انك تكملي معايا الفيديو للنهاية علشان لسه في حاجات تانية ولسه في مفاجآت تانية كتيرة، وان شاء الله هتعجبك اهو. ببدأ ان انا اضرب فيه لحد ما يتقل معايا. طبعا لو انت عارفة الكلام ده كله، حابة انك تقدمي الفيديو، قدمي الفيديو وروحي للحاجة اللي انت كنت بتبحثي عنها، هتلاقيها ان شاء الله في الفيديو بتاعنا دوت. شايفين انا هو ببدأ ان انا اضرب فيه الشكل اللي انت شايفينه دوت، بدل هو يتقل معايا انا عايزاه يبقى تقيل جدا علشان اعرف ان انا برضو ايه ازين بيه كويس. هون ببدأ اضرب كده. ولو لسه بتتفرجي على الفيديو لسه مكملة معايا، انا بجد بشكرك ان انت لسه مكملة معايا ماشي. وما تنسيش بقى تعملي لي اللايك. وهو يا حبايبي وشايفين بدأ اللي هو يتقل تفضلي برضو متضربي وعلى السرعة برضو معالية. انا ما وقفتش المضرب خالص ماشي غير دلوقتي قدامكم، اختبره بقى اول ما يعمل كده معايا. لا ده لسه عايز تاني شوية، هبدأ برضو من اللي انا ايه اضرب
شايفين اهو تبتدي تضربي كده. بدأت بقى اللي هي تتقل اكتر، كل ما اضربي فيها اكتر كل ما تتقل اكتر. هختبرها، بس انا عايزاك الكريم الشنطيره لما تيجي تعمليه يعمل معاكي كده، مش عايزاه يعمل الشكل اللي انت شفتيه في الاول، يعمل معاك كده. شايفه؟ لو قردتي حتى الحله بتاعه المضرب عمره ما هينزل. وده كان الكريم الشنطيه بتاعنا. انا هنا جايبه كيس حلواني بالشكل ده من عند مستلزمات الحلواني او من عند العطار، برضو هتلاقيه انا جايباه من عند العطار بالقمع بتاعه. هبدا بقى ان انا انزل بالكريم الشنطيه كده. اهو بالشكل ده كده، مش هنزل بيه بقى كله، لا انا هسيب منه شوية علشان ابدأ ان انا ايه عايزة مثلا اشكل بيه، عايزة اعمل بيه وردات، اعمل بيه اي حاجة، هبدأ ان انا ايه اعمل بيه. اهو طبعا انا ايه سبت شوية دول، بقولك سبت شوية دول ماشي. اهو يا حبايبي هبدأ بقى ان انا هجيب ايه، اجيب مثلا صينيه، اجيب حاجه لو عندك الحامل بتاع التورته يبقى يا سلام، بس انا ما عنديش. انا جبت صينيه، وانتوا طبعا كلكم عارفين الطبق ده بتاع الفاكهه ماشي، وحاطه صينيه كده عليها اساس ان انا ايه لو حبيت ان انا الف ولا كده ما امسكش الصينيه، لا الف ايه من تحت. طبعا فكره هتنفع. هبدا بقى ان انا احط شويه كريم شانتيه من تحت كده علشان اثبت عليها التورتايه بتاعتي كده، مش كتير كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبدا احط اول قطعه من الكيكه اللي هي اخر قطعه اتبقت معايا. اهو هبدا ان انا ايه احطها كده بالشكل دوت. طبعا اي حاجه اتقطعت منك، اي حاجه اتعملت منك تخليها زي ما هي، هتنفع. كل ده هيتدارى مع التزيين. هبدا بقى ان انا اشربها من الشربات بتاعنا بعد ما برد تماما، وهتحطي الشربات عليها وهي والشربات سخن مش هينفع، لازم الشربات بتاعك يبقى بارد تماما ماشي. واستني عليه لحد ما يبرد، وبقى ايه هبدا ان انا ازقيها كده كويس من الاطراف من الكيكه نفسها وكل حاجه. اهو الكيكه كمان لازم تسيبيها ان هي تبرد، ما تعمليش فيها تشتغليش فيها وهي سخنه. يعني حابه انك مثلا تعملي كيكه، يا سلام بقى لو عملتيها النهارده وجيتي تاني يوم بكره زينتيها، هتبقى بصي جميله جدا. طب ان انا احط عليها، هبدا ان انا احط عليها كريم الشانتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وعايزه اقول لكم حاجه كمان وقلتها لكم وهقولها لكم تاني، اول ما الكيكه تطلع من الفرن تغطيها بفوطه علشان تبقى من جوه طريه معاكي، ما تنشفش ايه من بره ماشي. حتى لو قطعتيها وحبيتي بقى تروحي تجهزي الحشو بتاعها تغطيها برده. اهو انا جبت معلقه كده وهبدا بقى ان انا ايه اساوي بيها كريم الشانتيه، افرده على الكيكايه كلها. اهو بالشكل اللي شايفينه ده كده. اهو هبدا بقى ان اجيب القطعه الثانيه وهي هحطها كده من فوق. شايفين يا جماعه بجد الحاجه دي بصوا حساسه جدا، تمسكيها بالراحه جدا. هبدا ان انا ازقيها برضو بالشربات اللي احنا ايه عملناه. تسقيها بقى كويس جدا، تشربيها كويس. اهو كده شايفه الكيكه، شايفه جمالها ما شاء الله عليها بجد جميله جدا.
اهو بالشكل اللي شايفينه ده كده، وجزء كده من الاطراف. خلاص انا كده بقى اتأكدت ان انا ايه زقتها كويس. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه، اجيب كريم الشنطي ونعمل نفس الخطوة اللي احنا عملناها من تحت نعملها كمان من فوق. اهو بعمل زي دورية كبيرة وهي اخش كمان واحدة كمان لحد ما اوصل للنص بتاعها اهو كده. ماشي، وبعد كده هرجع ان انا ايه افردها بالمعلقة. شايفين كده بالشكل ده كده تبدا انك ايه تفردي. واحده واحده وتعملي حاجتك واحده واحده وما تستعجليش. ماشي، الحاجه دي بالذات التورتات والحلويات دي مش عايزه استعجال، الحاجه دي عايزه بال رايق كده. ماشي، وتعمليها كل حاجه واحده واحده، واهم حاجه ما يكونش فيه اطفال جنبك، يعني زي عدنان كده ما يكونش جنبك اصلا. هبدأ بقى ان انا احط التانية. طبعا التانية الحتة دي اتقطعت مني، شايفين، مش هرميها واقول لا دي خلاص كده باظت، لا هسيبها وهكمل كمان، وكل ده هيتدارى مع التزويق، كل ده هنداريه مع التزويق. هبدأ بس ان انا اول حاجة اعملها اللي انا اشربها. تشربيها كويس. شربيها كويس كده. والحته اللي اتقطعت مني ديت طبعا عشان زي ما انتم شايفين مميله الناحيه التانيه، فلو تفتكروا في اول الفيديو اللي احنا قطعنا الوش ما كناش محتاجينه. ماشي، هتجيبي بقى شويه كده من الكيكه تكون طريه وبيضه كده وتحطيها تحتيها، حاسه ان انت ايه تظبطي الحته اللي اتقطعت دي تخليها كلها سوا واحد. ده بصراحه اللي انا عملته. هحط فيها هنا كريم شانتيه علشان بس تلزق في التانية اهو كده وبس، وهكمل شغل عادي خالص ولا كان في اي حاجة حصلت. اهو كملي شغلك عادي. وده يا حبايبي هو ده كان الوش اللي فوق، وده الوش الاخراني. هبدأ ان انا اهو هكمل شغل خالص وما فيش اي حاجة حصلت. اهو كده هبدأ بس ان انا ايه اظبط الوش كده من فوق. اهو ده كان الوش كده، طبعا انا ظبطتها شايفين، ولكن في اي حاجه حصلت فيها. هبدا بقى ان انا ايه احط كده من الجناب بالشكل ده كده. اهو تبداي بقى انك تحطي كده الكريم شانتيه من الجناب. حابه انك تعملي الكيكه بتاعتك نص شوكولاته نص كريمه هتبقى حلوه برضو. حابة انك تعمليها كلها كريمة تبقى جميلة، حابة انك تعمليها كلها بيضة جميلة. ماشي، كل حاجة هتنفع، كل حاجة تبقى حلوة. بس هنا احنا بنحب الكريمة فانا هعملها كلها كريمة. اهو كده تبتدي تلفي عليها الكريم شانتيه كده بالشكل ده داير ما يدور. هبدا بقى برضو بعد ما اخلص ان انا هسويها بالمعلقه. هبدا ان انا بقى اسويها على قد ما اقدر واخليها مسطره ما يبقاش فيها اي حاجه مبهدله، اي حاجه فيها ايه زيادات والكلام ده، لا هتسويها بقى لحد ما نقدر. ولو عندك كمان مسطرة، المسطرة اللي هي بتاعت المدرسة العادية ديت
يا سلام هتنفع وهتبقى جميلة خالص، وهتخليها لك شكلها بجد روعة. بس انا ما عنديش، فانا بقى حابه ان انا اسويها كده على قد ما اقدر كده، افضل ان انا اساوي فيها بالراحة خالص، ويديكي تبقى خفيفة، ايديكي تبقى خفيفة فيها وبالراحة. الحاجة دي بالذات يا جماعة بصوا عايزة صبر وعايزة ايد خفيفة كده، وتبدأي انك ايه تشتغلي فيها ماشي، وان شاء الله مع الوقت كلنا هنتعود. اهو شايفين ده بقى اللي انا ايه بالراحة كده اساوي فيها. كده بالشكل ده كده واحدة واحدة، والحتة انت تلاقي ما فيهاش كرنش شنطيه حاولي انك تجيبي عليها. اهو شايفة واحدة واحدة، وايديكي تبقى خفيفة علشان ما تاخديش من الكريمة وانتي وماشية كتير. واحدة واحدة عشان تبقى ايديكي ايه خفيفة. اهو بصوا انا بحاول ان انا بجد اعمل فيها على قد ما اقدر، وشكلها هي مش عاجبني وهي كده، فانا بقى بحاول ان انا اظبطها. لا انا عايزاها تبقى احلى من كده، عايزاها تبقى احسن من كده. اهو فانا هبدا بقى ان انا ايه اظبط فيها كده واحده واحده. شايفين انا هو بفضل ان انا ايه اعمل فيها. طبعا في حاجات تبع التورتات وكده تبقى خاصه في التظبيط والكلام دوت، بس انا الصراحه مش موجود عندي. اهو شايفين انا بجد اهو بدل اللي انا اظبط فيها على قد ما اقدر، بدل اللي انا اعملها على قد ما اقدر. هبدا بقى انا احطها في التلاجة لحد ما اعمل بقيه المكونات. لازم تسيبها تستريح شويه في التلاجة. انا هنا بقى معايا شوكولاته، علشان بس اهم حاجه نسيت اقولها لكم، عشان الكريمه تبقى ماسكه ما تسيحش منك، مع ان الجو ساقع بس برضو ممكن تسيح منك. هنا بقى جبت شوكولاته، ودي شوكولاته انا بستعملها. هبدا بقى ان انا ابشرها كده بالشكل اللي شايفينه ده كده، علشان نعمل الشكل الجميل اللي احنا شفناه في التورتيه من تحت من الجناب. هو ده كان عاملاه من شوكولاته عاديه، بس انا ايه بشراها طبعا زي ما قلت لكم. التزيين دوت على حسب دماغ كل واحد، وعلى حسب الروقان، وحسب التفنين بقى تفنيني فيها براحتك. بس انا الصراحه عدنان يعني ما كانش مخليني ان انا اعرف اعمل اي حاجه، والصراحه ابو عدنان كان واقف معايا ربنا يخليهولنا ما سابناش خالص. اهو بقى هبدا ان انا ابشر فيها كده. اهو يا جماعه ده كان الشكل اللي انا بشرته. هكمل بقى بشر، بس مش هبشرها كلها يعني. هبدا بقى نبشر بقى على قد ما انت ايه محتاجه. انا هبشر شويه على قد ما انا محتاجاهم كده. اهو كده بقى تمام 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 قوي كده. انا بشرت كويس حبة كويسين، وهيفضل كمان منهم. اهو ده كده بشكل ان انا بشرت انا بشرتها. شايفين بجد حاجة جميلة. اهو كده هبدأ بقى ان انا اجيب بقى التورتاية من التلاجة. شايفين التورتاية اهيت. هبدأ بقى ان انا ارفع كده الصينية اللي انا حاطة عليها، وهبدا ان انا ارش على الكيكايه من الجنب. اهو بالشكل اللي شايفينه ده. يا سلام على الجمال، يا سلام يا سلام. شايفين حاجه بجد ما شاء الله عليها. حابه انك تسيبيها كده هو ترش رشه خفيفه كده تبقى جميله جميله خالص. اهو بقى انا هبدا بقى ان انا ايه ارش كده من الجناب، بس اهم حاجه انك تميلي الصينيه كده علشان ايه ما تجيش حاجه من فوق. اهو تميلي الصينيه بالشكل ده كده عشان بس ايه مفيش حاجه تيجي من فوق.
اهو انا تقلت في الجنب دوت، حسيت اللي هو لما اعمل تقيل هيبقى شكله احلى، فبدأت بقى ان انا اتقل اهو. ده كان الجنب اللي انا مخففاه، لا انا هتقل فيه. اهو كده، بصي بترشي رش، بتبقي مميله الصينيه وترشي رش. اهو الجنب ده كمان عايز اتقل فيه شويه، هتقل فيه، ترشي رش كده، حاجات كده بسيطه. بس تخلي بالك لحسن تيجي حاجه على الوش من فوق، ده لو انتي مش عايزه تحطي شوكولاته من ديت على الوش، لكن لو عايزه تحطي شوكولاته من دي على الوش تبقى جميله خالص. بس انا صراحه ما كنتش عايزه احط عليها من الوش. اهو شايفين ده كده شكلها بعد ما حطيت عليها الشوكولاته، حاجه بجد ما شاء الله. شايفين انا بشوف كمان المكان اللي هو بيبقى محتاج تاني وبحط كمان عليه. اهو لسه طبعا الوش من فوق ما جتش جنبه، هبدا بقى انا احطها في التلاجة لحد ما اكمل بقيه الحاجه. كده انا بعمل حاجه واحطها في التلاجة، اعمل حاجه واحطها في التلاجة. نيجي بقى للكيوي بتاعنا الجميل عشان نعمل الورده الجميله بتاعتنا ديت. شايفين بجد جميله جميله خالص. نيجي بقى عشان نعملها، هنعملها ازاي؟ انا عملت دول وكمان جايبه قدامكم عشان نعمل واحده كمان اهو بالشكل ده كده. بتجيبي السكينه تبقي في نص الكيوي، الكيوي كده، وتعملي حرف 8، وتيجي عند اخر حرف انت عملتيه وتعملي واحد تاني، اصبح كده 8 وكده 7. هتيجي بقى تعملي كمليها 8 كمان، اصبح معانا كده حرف الام. هتفضلي هكذا 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 لحد ما تخلصيها خالص. اهو بالشكل ده كده بقى معانا 2 حرف الام جنب بعض اهو. هبدا بقى ان انا ايه اكمل كده بالشكل ده واحده واحده، وتعملي كده بالشكل ده كده لحد بقى ما تخلصيها خالص اهو كده. حرف بقى كده 8 اهو، وهنعمل كده واحده كمان هتبقى 7. بجد يا جماعه الطريقه دي سهله جدا جدا. اهو نبدا بقى اللي احنا نيجي هنا نفتحها. شايفين فتحت معايا ازاي؟ بجد جميله خالص. شايفين شكلها روعة بجد روعة. اهو هنجيب كمان الاتنين اللي احنا عملناهم. شايفين الشكل بجد جميل جميل جميل. اه طبعا انا هاخد منهم واحدة بس ان انا ايه نزين بيها. شايفين حاجة بجد ما شاء الله ما شاء الله. اهو ده شكلها من جوه اهو، ده كان الشكل النهائي. بتمنى بجد يكون الفيديو دوت عجبكم، وتكوني لسه ما زهقتيش من بقيه الفيديو. لسه بقيه الفيديو مخلص، يلا بينا نكمل. هنا بقى انا معايا كريم الشانتيه اللي اتبقى، ومعايا هنا دي شوكولاته انا مسيحاها. طبعا الشوكولاته تحطيها كريم الشانتيه تشتغلي بيها في ساعتها، يعني تكون التورتيه جنبك وتشتغلي بيها على طول على طول في ساعتها، عشان الشوكولاته بتجمد، عشان كمان الشوكولاته ما تجمدش منك وانت شغاله. فلو عندك كاكاو ممكن تحطي عليها كاكاو. اهو هبدا بقى ان انا اضرب كده كويس كريم الشانتيه، حتى لو ما حطيتيش عليه اي لون ولا اي حاجه لازم تضربيه، برضو ترجعي تضربيه تاني كويس جدا. اهو
ده ما اللي انا اضرب بالشكل ده كده. تضربي 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 كويس. اهو انا لسه عماله اضرب اهو كده. انا بقى ايه، هدي السرعه. طالما عامل معايا الشده دي يبقى هو كده تمام. هجيب بقى الترطايه، وطبعا انا حطيت الكريم الشنطي بالشوكولاته ده في القمر. وهبدا بقى اللي انا اعمل ايه، اللي انا هعمل زي نظام وردات كده اهو بالقمع كده. هعمل نظام وردات. اهو كده وردات كده ايه صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بس مش هعملها داير ما يدور، لا انا هعمل نص ونص. طبعا حابه تعمليها داير ما يدور هتبقى جميله. اهو كده شايفين، بجد حاجه بجد جميله. مش حابه انك تعملي الخطوه ديت حاجه ترجع لك. طبعا زي ما قلت لكم ان التشكيل دوت على حسب ذوقك انتي، بس انا عاملاها يعني ايه حاجه كده صغيره، ايه شكلها كده ايه بسيط وحلو. انا هو عملتها كده صف كده زي ما قلت لكم. ومعايا هنا دي شوكولاته ملونه، دي جايباها من عند العطار، هتلاقوها عند العطار اهو. معايا اللون الذهبي والفضي واللون ده كمان. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه، هكمل بقية الكيكة من فوق واحدة وواحدة، يعني واحدة فضي واحدة اللون ده واحدة ذهبي كده. شايفة كده انا كنت محتارة الاول اللي انا احطها فين. اهو شايفة تتكي عليها حاجة بسيطة، ما تغرسيش لجوه. لا انت ممكن لو سبتيها كمان كده خلاص هي كده خلاص اتحطت مكانها. اهو هبدأ اعمل 3 الوان، كل واحدة لون ولون لون ولون. اهو بالشكل ده كده كل حاجة منهم لون ولون لحد ايه داير ما يدور. اهو كده بالشكل ده كده. لون ولون. انا هنا بدأت الناحية التانية فاضي، حبيت ان انا ابدأ من هنا بذهبي واكمل. بالراحة كده. بصي انا بحطها كمان وما بضغطش جامد، يعني انتي تحطيها كده وضغط خفيفة خالص. تحاولي بالراحة عشان ما تبوظيش الوش من فوق. بالراحة كده واحدة واحدة اهو. فالدور اللي جاي نفس اللون، فانا ايه عكست، حطيت دي الفضي هنا وحطيت دي كمان هنا. اصبح معايا كده شكلها لسه طبعا ما كملتش، شكلها بجد جميل جميل جميل، شكلها حلو خالص. اهو شايفين ده الشكل العسل دوت. جبت بقى واحدة كيوي كده حطيتها ايه في النص. اهو كده الشكل ده كده. شايفين الشكل بجد حاجة ما شاء الله عليها.
معايا بقى الشوكولاتة ديت صغيرة كده، لوني كده صغير. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه، دواير كده لحد ما توصل عند الكيوي. هبدأ ان انا اعمل كده دواير لحد ما توصل عند الكيوي. اهو شايفين، هبدأ بقى انا معايا التلات الوان، معايا فضي، معايا ذهبي، ومعايا كمان البني اللي هو الشوكولاتة بقى ايه من غير الوان فوقيها. هبدأ كمان اللي انا اعمل كمان، شايفين شكلها بجد جميل جدا، شكلها بجد تبصوا، والطبيعة طبعا كان شكلها تحفة. اهو هبدأ برضو من اللي انا اعمل واحدة كمان. هجيب بقى ايه اللون تاني اللي هو اللون الذهبي، اهو شايفين، بسيب واحدة من اللولي ده كبيرة في النص واروح عند التانية وابدأ اشكل واحدة 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 واحدة. اهو كده تبدأي بقى انك تحطي لحد ما توصلي عند الكيوي. اهو واحدة واحدة. هجيب بقى البني وهبدأ كمان اللي انا اعمل بيها خطوط كده. بس تساويها هتبقى ايه، خط كده واصل، ميبقاش الخط بتاعك مايل. شايفين بجد ما شاء الله بدأ شكلها اللي هو يبان، شكلها بدأ اللي هو يبان معانا. هبدأ بقى احط لون ولون لون ولون، معايا 3 الوان، هبدأ احط من كل واحد ايه لون، وهسيب ما بين دي ودي فاصل في النص اللي هو وحدة الشوكولاتة الكبيرة او الكريم الشانتيه بتاعنا، هنا وهنا الاتنين واحد. شايفين شكلها بجد شكلها روعة، والتزويق بتاعها هادي كده وبسيط. شايفين، هبدأ بقى ان انا اجيب لون تاني. احط كده خط كده واصل لحد ايه الكيوي. اهو واحدة واحدة، وما يكونش جنبك دوشة اطفال ولا حد كل شوية يا ماما يا ماما، ولا حد بيعيط جنبك. واحدة واحدة كده وبهدوء، وتعرفي انك تفنني وتزوقيها كويس. اهو يا حبايبي شايفين انا بدأت اهو ان انا اكمل، حبيت بس ان انا اوريكم شكلها كده من تحت. شايفين بجد روعة، حاجة بجد جميلة جميلة. شايفين ايه الجمال ده، حاجة بجد ما شاء الله. اهي ده الكيوي اللي احنا عملناه. هبدأ كمان اللي انا اهو احط كمان من هنا. شايفين انا سايبة بين كل واحدة فاصل في النص. شايفين بجد حاجة ما شاء الله. هبدأ ان انا اكمل هنا كمان ذهبي. اهو كده بالشكل ده. شايفين بجد بجد شكلها باين لما عملنا الخطوط ديت، بينت شكلها اكتر.
شايفين؟ شايفين حاجة بجد جميلة. هبدأ بس ان انا اساوي الويع دوت. شايفين الكيوي بجد منطقها، خليها جميلة خالص. شايفين ده كان الشكل النهائي للتورتاية بتاعتنا. انا كنت بشوف لو كنت حطيت كل ايه واحدة شوكولاتة كده في النص، بس ما طلعت شكلها وحش، وبعدين قال لي شكلها مش حلو، فايه شلتها خالص. شايفين ده كده الشكل بتاعنا بتاع التورتايه، خلاص كده خلص. حاجه بجد جميله خالص، حاجه بجد روعه. شايفين الشوكولاته المبشوره عطت شغل مع الوان الشوكولاته اللي فوق. شايفين بجد حاجه جميله جميله. شايفين عطت شغل ازاي اهي. شايفين شايفين الشغل الجميل، والوانها جميله، ما فيهاش الوان يعني كل لون الشكل، لا كلها الوان موحده، كلها حاجه جميله. ده كان الشكل بتاعها النهائي. شايفين بس انا عايزه اقول لك الحاجه، كل ما تعملي حاجه تدخليها تاني التلاجة، لان الكريم الشانتيه دوت بيسيح بسرعه مع ان الجو ساقع، بس برضو بيسيح. فاعملي حاجة وتخليها شوية تلاجة وطلعيها اعملي حاجة تانية. شايفين ده شكلها من فوق، شكلها بجد جميل خالص اهو. ده كان الشكل النهائي بتاعها. شايفين الجمال. انا هبدأ بقى ان انا اقطعها كده عشان اوريها لكم من جوه، برضو بالسكينة المنشار. اهو بالراحة كده هبدأ ان انا ايه اقطعها. عايزة بقى اوريكم شكلها من جوه، شكلها جميل خالص من جوه. شايفين انا جبت دي بس عشان ايه اعرف اطلعها. شايفين شايفين الجمال، يا سلام على الجمال. حاجة بجد جميلة. شايفين من جوه عاملة ازاي. شايفين روعة بجد. شايفين من جوه تحفه تحفه تحفه. اتمنى بجد تجربيها بالطريقه اللي انا قلتلك عليها، ان شاء الله هتطلع معاكي ناجحه. لو كنت اول مره بتجربيها هتطلع معاكي ناجحه. شايفين بتتقطع معايا بكل سهوله ازاي. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبك، وما تنسيش تعملي اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس.